السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي Design of IR Filter. Design Finite Impulse Response Filters. الفلتر بشكل عام الغرض من عنده هو لحجب يعني لتمرير مجموعة من الترددات وحجب مجموعة أخرى، يعني مثلا لتحديد باند معينة مثلا، أو لحجب مجموعة ترددات غير مرغوب بها مثلا، أو to shape the spectrum of the input signal. الفلتر يعني تطبيقاته كثيرة جدا، يعني تدخل بهواية مجالات. تصميم الـ FIR فلتر يكون أما باستخدام الـ directly، يعني directly method، الطريقة المباشرة اللي هي in discrete time domain باستخدام الـ windowing، أو تكون بالفريكوانسي دومين باستخدام الفريكوانسي سامبلينج ميثود and the optimum Chebyshev approximation. الفلتر سبيسيفيكيشن، فلتر سبيسيفيكيشن اقصد به انه الخصائص او مواصفات الفلتر. من البداية قبل لنروح ندخل بالأنواع اللي تخص الفلتر سبيسيفيكيشنز، احنا قسمناها إلى قسمين هسه راح نشوفها. ناخذ فد مقدمة انه شنو الايديال فلتر وشنو البراكتيكال فلتر وشنو الفرق بيناتهم، راح نشوفها بالرسم. Design of frequency selective filter. شنو يعني frequency selective filter؟ يعني انه تصميم فلتر، هذا الفلتر انه اقدر امرر به مجموعة من الترددات واحجب به مجموعة من الترددات. Start with a specification of their frequency response function. The standard types of ideal frequency selective filter shown in figure 1. الشكل رقم واحد راح نشوف به الأنواع اللي هي الأساسية أو المعروفة للـ Ideal Frequency Selective Filter. عندنا هذا النوع الأول، هذه هو الـ Ideal Filter، هذا هو النوع الأول اللي هو نسميه Low Pass Filter. نشوف هنا أنه Low Pass Filter راح يمرر لي الترددات اللي هي من صفر الى اوميجا سي، وبعد الترددات اللي بعد الاوميجا سي حتكون يعني محجوبة، سوي لها حجب او بلوكينج او قطع. مثل ما تشوفون ان هنا يعني القطع صاير بشكل شارب يعني حاد. طبعا هذا الشيء ما موجود بالبراكتيكال فلتر، يعني هذا الشكل هو ايديال. احنا نحاول انه بالفلتر نوصل الى الايديال، لكن تطبيق الفلتر بشكل ايديال ما يعني عمليا ما نقدر انه احنا نحقق مثلا عندي هنا شارب ترانزيشن. راح نشوفها تفاصيل. النوع الثاني اللي هو الباند باس فلتر، هذا اللي هو الباند باس فلتر. الباند باس فلتر انه هذا نوع اخر من الفلتر، راح يمرر لي فد رينج معين من الترددات، يعني يتم تحديده على حسب الشغل والابليكيشن وحسب هو وين، يعني وين موقع الفلتر. المهم انه فكرته انه يحدد لي فد مجموعة، يعني فد رينج معين من الترددات اللي هو يتم تحديده من اوميجا لو الى اوميجا ابر، يعني شقد اريد اقل فريكوانسي وشقد الابر فريكوانسي.
هذا النوع اللي هو C اللي هو نسميه High Pass Filter. الهاي باس فلتر يمرر لي الترددات من أوميجا سي فما فوق. كل أي تردد أكبر من الأوميجا سي راح يمرره والباقي راح يحجبه. هذا الهاي باس فلتر هو عكس اللو باس فلتر. النوع الأخير اللي هو نسميه بالباند ستوب فلتر. الباند ستوب فلتر هذا يكون شكله بهذا الشكل. طبعا الباند ستوب فلتر هو يكون عكس الباند باس فلتر. هذه هي الأربع أنواع الأساسية للفلترز ideal frequency selective filters. طبعا مثل ما تشوفون انه هنا الترانزيشن بين الباند باس والستوب باند هنا تكون بشكل شارب مثل ما قلنا. وهنا عندنا ايضا الماجنتيود دي يكون فلات, يعني مو مثلا بهالشكل, لا دي يكون حاد يعني هيك فلات. هذا الشيء هو عمليا يعني ما موجود, يعني مثلا الماجنتيود ما راح يكون فلات. وايضا الترانزيشن بين الباس باند, الباس باند اقصد بيها شنو؟ الباس باند اقصد بيها اللي هي المنطقة اللي أمرر بيها الترددات. واللي بعدها راح نسميها باند ستوب اللي هي المنطقة اللي أحجب بيها الترددات. هسا راح نجي نشوف الفلتر بشكل عملي. هسا هذا الكلام اللي حكيته انه الايديال فلتر شلون يكون بشارب ترانزيشن فلات فريكونسي ريسبونس, هذا مكتوب. الان هسه راح نجي نشوف, احنا قلنا قبل قليل ذكرنا انه هذا الفلتر عمليا ما راح يكون شكله بهالشكل, راح يكون باختلافات. شنو هي الاختلافات بالفلتر عمليا؟ عندي عدة اختلافات. عندي اولا الباس باند ريسبونس تكون are not perfectly flat. هسه راح نجي نشوف الرسم الثاني اللي هو يعني اللي هو يرسم لي ال approximation للفلتر عمليا. عندي اول شيء شنو قلنا هسه, هذا اللي هو هسه دا اكتب عليه باللون الاحمر اللي هو مرسوم عندكم باللون الاسود, هذا هو اللو باس فلتر. سوري اقصد بيه الايديال, هو طبعا لو باس فلتر. هنا اقصد بي ايديال, هذا ايديال. طبعا هو هذا الرسم بالنسبة للابروكسيميشن بالبراكتيكال, وبالنسبة للايديال هو هذا اللو باس فلتر. طبعا يعني نفس هذا الرسم ممكن ان يكون للهاي باس للباند باس وهكذا, لكن احنا هسه شرحنا راح يكون على اللو باس فلتر. زين هسه عندنا هسه هذا هو اللو باس فلتر. قلنا الماجنتيود مثل ما تشوفون هو واحد, بينما الماجنتيود ريسبونس بالبراكتيكال اللي هو هذا ده يكون بشنو؟ ده يكون بربل, يعني مو فلات. هذه المنطقة منا الى هنا, هذه المنطقة منا الى هنا شو نسميها؟ نسميها بالباس باند. هذه المنطقة اللي هي منا الى هنا نسميها باس باند, وهذه الأوميجا اللي هي من صفر إلى أوميجا بي هذه اللي هي نسميها باس باند ايج. طبعا الفرق الثاني اللي هسه راح نجي نشوفه انه الستوب باند ريسبونس cannot completely reject.
هسه راح نجي نشوف هذا الكلام. احنا هسه مثل ما تشوفون هسه هذا اللون الاحمر هو الايديال. هنا عندي الستوب باند، هذه الستوب باند، هذه المنطقة. خلينا اللون الازرق هو الرسم اللي دا اظلل عليه اللي هو بالبراكتيكال. اللون الاحمر اللي حددته هو الايديال. هنا هذه المنطقة اللي هي ستوب باند شبيها يقول not completely reject، يعني هسه هنا لو نشوف انه بالايديال هذه المنطقة اللي هي يكون بيها blocking للفريكوانسي، يعني احجب بهذه المنطقة احجب بيها الفريكوانسيز اللي ما اريدها، فهنا شنو حتكون بالايديال؟ حتكون صفر. بينما بالبراكتيكال شنو حتكون؟ راح تكون بيها ربل، هذه ربل، يعني اكو فد قيمة معينة، يعني ما راح تحجب بشكل كامل. زين، هنا أنا عندي النقطة C اللي هي transition between pass band and stop band region take place over finite transition band. هسه لو نرجع للرسم، عندي المنطقة بالنسبة للpractical عندي اكو منطقة بين الباس باند اللي هي هذه، منطقة بين الباس باند وبين الستوب باند اللي هي هذه، اللي هي شو نسميها ترانزيشن باند. هذه المنطقة اللي تبدي بيها الماغنيتيود تقل بهالشكل الى ان توصل الى الستوب باند، هذه هي تبدأ تقل بهالشكل الى ان توصل الى الستوب باند. الستوب باند قلنا ايضا ما راح تكون كومبليتلي زيرو، راح يكون بيها ريبل اللي هي سميناها ستوب باند ريبل. هنا راح تكون اكو منطقة اللي هي يعني اللي هي التحويل بين الباس باند والستوب باند اللي هي نسميها ترانزيشن باند، بينما هذا الكلام ما موجود بالايديال. يعني هسه هنا هسه نرجع للون الاحمر الايديال، هنا عندي شارب ترانزيشن، ماكو رأسا هيجي خط عدل، ما عندي فد منطقة يصير بيها بيها فد قيمة من الماغنيتيود تبدي تقل، تكون هنا شارب. هذا هو الفرق الثالث. هسه قلنا هذه نسميها بالباس باند ربل. بعد شنو عندنا؟ هذه الأوميجا بي نسميها بالباس باند ايج. باس باند ايج اللي هي تكون من صفر الى اعلى فريكوانسي بالباس باند، يعني هنا من صفر الى اوميجا بي اللي هي هذه اعلى فريكوانسي ضمن منطقة الباس باند هي نسميها باس باند ايج. هذه المنطقة اللي هي من اوميجا بي الى اوميجا اس، هذه المنطقة راح نسميها ترانزيشن باند، اللي هي المنطقة اللي راح تبدي تتحول بيها من الباس باند الى الستوب باند. وهنا أنا عندي من اوميجا اس الى باي راح نسميها بالستوب باند ايج. طبعا احنا هنا راح ناخذ الرسم والمعادلات ضمن الفترة من صفر الى باي. هذا الكلام اللي ذكرته انه عندي الباس باند ايج نرمز لها بالاوميجا بي، والستوب باند ايج نرمز لها بالاوميجا اس. بالنسبة للفيز هنا يكون لينير،
الفلتر سبيسيفيكيشن راح ناخذ نوعين اللي هي قلنا الفلتر سبيسيفيكيشن مواصفات الفلتر. النوع الاول او مو نوعين وانما يعني قسمناها الى مجموعتين وانما هي كل وحده متعلقه بالثانيه. عندي الابسوليوت سبيسيفيكيشن. الابسوليوت سبيسيفيكيشن مثل ما شفنا قبل شويه انه عندي بالنسبه للايديال الماجنيتيود ريسبونس راح يكون واحد، بينما بالبراكتيكال راح قيمه الماجنيتيود تزيد وتقل بمقدار معين اللي هو شفناه بالربل، هذا اللي هو زاد ونقص بمقدار معين. هنا أنا عندي هذه زاد عن الواحد او يقل عن الواحد بمقدار معين، بينما بالايديال قلنا راح يكون واحد. هذه القيمة الزيادة والنقصان هي راح نرمز لها ب دلتا بي. فهنا راح يكون اما واحد زائد دلتا بي راح يرتفع بمقدار اما واحد زائد دلتا بي، يعني راح يرتفع عن الواحد بمقدار دلتا بي، او راح يقل عن الواحد بمقدار دلتا بي. فهنا راح نكتبها انه راح يقل بمقدار واحد ناقص دلتا بي. فلذلك بالنسبة للبراكتيكال الفريكوانسي ماجنتيود فريكوانسي شنو راح يكون؟ راح يكون اكبر او يساوي واحد ماينص دلتا بي، واصغر او يساوي واحد زائدا دلتا بي. طبعا هذا شنو؟ هذه ضمن يا رينج من الفريكوانسي، ضمن الرينج من الفريكوانسي اللي هو يكون اكبر او يساوي صفر واصغر او يساوي اوميجا بي اللي هي هذه الفترة اللي هي من نائل هنا، هذه من نائل هنا. هي من الصفر الى الاوميجا بي، فنقول انه ضمن هذا الرينج هذا الماجنتيود ريسبونس راح يكون اما اكبر او يساوي واحد ناقصا دلتا بي، او اصغر او يساوي واحد زائدا دلتا بي، يعني راح يزيد او يقل بمقدار هذا الايرور بلس ماينس اللي هو دلتا بي. طبعا كل ما كانت الدلتا بي يعني قيمتها قليلة كل ما انه ما راح يرتفع الربل، بيك ربل ما راح يرتفع اكثر. الديزاين الجيد يكون بالدلتا بي قيمتها اصغر من الواحد. بالنسبة للستوب باند، ستوب باند اللي هي المنطقة اللي تكون بها يعني يتم بها حجب الفريكوانسي غير المرغوب بها، هنا عندنا بالايديال قلنا راح تكون هذه المنطقه الماجنتيود ريسبونس لها زيرو، بينما بالبراكتيكال شنو راح يكون عندي؟ الماجنتيود ريسبونس راح يكون بها قيمه اللي هي الستوب باند ريبل اللي شفناها، واللي هي هذه تكون قريبه من الصفر approximate to zero بمقدار ايرور اللي هو بلس ماينس دلتا اس. هذه من الصفر، هذه من الى هنا اللي هي قيمه الماجنتيود بالنسبه للستوب باند. الستوب باند اللي هو ضمن يا رينج من الفريكوانسي من الاوميجا اس الى باي. فهنا أنا عندي هذا الماجنتيود راح يزيد او يقل عن الصفر، يعني راح يزيد عن الصفر بمقدار دلتا اس اللي هو مقدار هذا الايرور. ومثل ما قلنا انه هذا الستوب باند تكون ضمن هذا الرينج من الفريكوانسي اللي هي الاوميجا لما تكون اكبر
أو يساوي أوميجا إس، وأصغر أو يساوي باي. The peak ripple value اللي هي هذه سميناها peak ripple value اللي هي دلتا بي ودلتا إس، specify the acceptable tolerance، يعني هذه تحدد لي إنه إيش قد مقدار السماحية المقبولة اللي تزيد بيها الماجنتيود ريسبونس أو تقل، يعني المقدار الزيادة إيش قد مقدار هي اللي راح تحدد لي مقدار الزيادة والنقصان المقبول ضمن الماجنتيود بالنسبة للماجنتيود ريسبونس. زين هسه نجي على القسم الثاني اللي هو سميناه بال relative specification. relative specification اللي هو define the magnitude of the allowable ripple using relative specification، يعني بشكل كثير انه نستخدم هذه العلاقة. طبعا هذه اللي هي منين جاية عندي هنا، يعني راح اخذ لو نرجع للرسم شوية. طبعا هذه هي الابسوليوت، هذه هي الابسوليوت سبيسيفيكيشن اللي هسه احنا شرحناها. هسه راح نجي على الريلاتيف، هذه الجزء اللي هو الريلاتيف سبيسيفيكيشن. الريلاتيف اللي هو راح يكون نسبة الى اعلى ربل، يعني هنا أنا عندي هذه الـ AB، هذه الـ AB اللي هي راح تكون نسبة إلى أعلى ربل اللي هي 1 بلس دلتا B، فذلك السهم مرسوم لنا هنا. زين والـ AS هنا أنا عندي من دلتا S إلى نسبة إلى أعلى ربل اللي هي 1 بلس دلتا B. بالنسبة للأنالوج هذه سراح نجي عليها. هسه لحد هنا احنا بنطلع الفلتر سبيسيفيكيشن بالنسبه للديجيتال فلتر اللي هي الابسوليوت والريلاتيف سبيسيفيكيشن. بعدين هسه من راح نكمل الريلاتيف سبيسيفيكيشن راح نشوف انه شنو هي الفلتر سبيسيفيكيشن بالنسبه للانالوج. هسه هنا انا عندي هنا شنو راح تكون. هسه لو نرجع هنا لهذه العلاقه انه الماجنتيود ريسبونس هي اكبر او تساوي 1 ماينس دلتا بي، اصغر او تساوي 1 بلس دلتا بي. هنا نقسم لجوا، قسمنا كانه قسمنا الطرفين على 1 زائد دلتا بي، فشنو طلعت لنا هذه العلاقة حتكون بهالشكل. هنا هذه صارت 1 h of exponential j اوميجا حتكون اكبر او تساوي 1 minus delta p على 1 plus delta p، واصغر او تساوي 1 ايضا ضمن هذا الرينج اللي هو من 0 الى اوميجا p. بالنسبة للستوب بوند الفريكونسي الماجنتيود ريسبونس راح يكون اصغر او يساوي دلتا اس على 1 زائد دلتا بي. الاي بي هي نسبه عندي هنا هذه اللي هي الماكسيمم على المينيمم. الماكسيمم هي 1 زائد دلتا بي، وهنا عندي المينيمم هي 1 ناقصا دلتا بي. هنا ندن هذه شنو سميناها الباس باند ريبل اللي هي اي بي باس باند ريبل. هسه اللي شفناها اللي هي هذه اللي هي الباس باند ريبل، والستوب باند ريبل اللي هي الاي اس. هسه لو نطلعها بالدي بي، الاي بي هي 20 لوغ للأساس 10 الواحد زائدا دلتا بي على 1 ناقصا دلتا بي.
وهنا عندي الـ AS هنا لازم positive، هنا صار زائد مو ناقص. الـ AS هي 20 log الأساس 10 واحد زائد دلتا B على دلتا S. لو نجي هذه اللي هي هنا عندي هاي الـ AS اللي هي سميناها بالـ stop band attenuation، هذه الـ stop band attenuation. هنا من طلعنا علاقة من قسمنا على الماكسيمم ريبل اللي هو واحد زائد دلتا بي، طلعنا علاقة اللي هي طلعنا بارامتر اللي هو باس باند ريبل، وحسبناه بالدي بي اللي هو 20 لوج الأساس 10 واحد زائد دلتا بي على واحد ناقص دلتا بي، والاي اس هي أيضا 20 لوج الأساس 10 واحد زائد دلتا بي على دلتا اس. طبعا هنا اذا نريد نعوض الباس باند ريبل والستوب باند ريبل بهذه العلاقه، لو نريد نعوضها بهذه العلاقه ايش راح يصير عندي؟ هنا انا عندي هذه العلاقه هي شنو، هنا عندي واحد ناقصا واحد ناقصا دلتا بي على واحد زائد دلتا بي، زين، والاي بي هي واحد زائد دلتا بي على واحد ناقص دلتا بي. فهنا ايش حتصير عندي؟ حتصير بدل ما اكتب اي بي اكتب ماينس اي بي، ليش؟ لان هنا الكسر بالعكس. فهنا لو نجي ناخذ انه قيمه الباسط بالنسبه للاي بي هي قيمه الباسط حتكون اكبر من قيمه المقام، ليش؟ لان الدلتا بي احنا متفقين عليه هي اصغر من واحد، واللي جوا عندي ماينس، فمن اجي اخذ اللوج 20 لوج الباس ماينس 20 لوج المقام راح يطلع لي الناتج بالبوزيتيف، بس من اجي اعكس اللي هي مثل هذه الحاله، من اجي اعكس راح يطلع لي الباس اقل من المقام، فمن اجي اخذ 20 لوج الباس ناقصا 20 لوج المقام، فبالنتيجه المقام راح يكون قيمته اكبر وراح ناخذ الاشاره السالبه، فبالنتيجه راح يطلع لي الناتج بالسالب، لهذا السبب انه هنا اقلبها تصير ماينس اي بي. طبعا هنا دا اطلع كل يعني دا اكتب هذه العلاقة بدلالة الاي بي وايضا بالدي بي. طبعا فهنا عندي الواحد اذا اخذ لوج الواحد هنا راح يطلع لي صفر، فهنا عدد كتابة العلاقة بالبارامتر بدلالة البارامتر اي بي وبحساب الدي بي. هنا ايضا نفس الحالة راح تكون بالنسبة للماجنتيود ريسبونس بالنسبة للستوب باند، راح تكون بالدي بي هنا اصغر او تساوي ماينس اي اس، ليش؟ لانه احنا هنا عندنا بالعلاقة هي دلتا اس على واحد زائد بي، والاي اس هي بالعكس واحد زائد دلتا بي على دلتا اس. طبعا احنا يعني افضل ديزاين بالنسبه للفلتر هو من تكون عندي قيمه الاي بي تكون قريبه من الصفر والاي اس تكون اقل من الواحد. هسه احنا شفنا الفلتر سبيسيفيكيشن بالنسبه للديجيتال، هنا راح نيجي نشوف الفلتر سبيسيفيكيشن بالنسبه للكونتينوس تايم اللي هو الانالوج، وراح نشوف العلاقات بينها وبين الديجيتال. عمليا انه ان براكتيكال الباس باند والستوب باند ايج فريكوانسي سبيسيفايد ان هيرز، الفاليو فريكوانسي هذه هي نورمالايز فريكوانسي، وشون ممكن ان احسبها؟ احسبها باستخدام السامبلينج فريكوانسي عن طريق هذه العلاقتين اللي هي 2 باي هنا اف فريكوانسي للباس باند، هنا فريكوانسي للستوب باند في 2 باي على اف اس، هذه هي النورماليز فريكوانسي. زين هنا هسه لو نروح شوي على الرسم، هسه احنا وصلنا الى هذا اللي هو الانالوج فلتر سبيسيفيكيشن. بالنسبه للانالوج هنا شنو راح تكون عندي؟ الماكسيمم ريبل حتكون عندي واحد، وهنا عندي هذه ال حتكون واحد على تحت الجذر
واحد بلاس ابسلون تربيع. هذا اللي شنو؟ هذا اللي يقابل لي هذا بالديجيتال، يقابل لي واحد ناقصا البي بالديجيتال. وهنا أنا عندي واحد على اي، هنا شنو يقابل لي بالديجيتال؟ يقابل لي الدلتا اس بالديجيتال. زين، فهسه لو اريد نطلع الباس باند ريبل والستوب باند اتينيويشن بالنسبه للانالوج، اللي هو يعني كانه اريد اطلع الاي بي، اريد اطلع الاي بي والاي اس بالنسبه للانالوج، ايضا نفس الفكره راح نقسم بالنسبه لي اعلى ريبل، يعني راح اقول 20 لوج الواحد على واحد على تحت الجذر واحد بلس ابسلون تربيع. فايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 20 لوج، راح يطلع لي 20 لوج تحت الجذر واحد بلس ابسلون تربيع، واللي هو راح هذا يكون الباس باند ريبل. وبالنسبة للستوب باند اتينيويشن اللي هي الاي اس، راح نحسبها بالنسبة للانالوج نفس الحالة. هم ايضا نرجع على الرسم، راح نقسم هنا عندي نقول الماكسيموم شقد هنا بالنسبة للانالوج، هنا حيكون واحد، فنقول واحد على واحد على اي، في اخذ لها 20 لوج، فش راح تصير 20 لوج الاي. هذه حتكون 20 لوج الاي اللي هي الاي اس. هنا انا حسبناها من الانالوج فلتر سبيسيفيكيشن. طبعا عندي هذه ايضا العلاقه اللي هي الابسلون، ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي تحت الجذر 10 اس بوينت 1 في اي بي ماينص 1، وهنا انا عندي الاي حتساوي لي 10 اس بوينت 05 في اي اس. هنا أنا أيضا هذه العلاقة مفيدة إذا أريد نطلع الأبسلون من الـ AB مثلا. هنا عندنا example اللي هو conversion of filter specification. عندي هنا الـ low pass filter specified by the following relative specification: الـ omega p اللي هي 0.3 pi، والاي بي اللي هي 0.5 دي بي، والاوميجا اس 0.5 باي، والاي اس اللي هي 40 دي بي. المطلوب انه شنو راح نطلع؟ راح نطلع الابسولوت، راح نطلع الدلتا بي من الابسولوت سبيسيفيكيشن، راح نطلع الدلتا بي والدلتا اس. هذه طبعا شنو؟ هذه بالنسبه للديجيتال. وبعدين راح نطلع الفلتر الابسلون والاي بالنسبة للانالوج. طبعا حسابها بسيط جدا. هنا انا عندي الاي بي ايش قد معطات عندي 0.5، فعندي راح اعوض قانونها هو شنو؟ 0.5 تساوي 20 لوج الواحد زائدا دلتا بي على واحد ناقصا دلتا بي. طبعا بالبداية اقسم الطرفين على 20 حتى اتخلص من هذه 20، بعدين اخذ 10 اس للناتج مال هذا الطرف، وعشرة اس يعني اخذ هذا يعني اسوي اس 10 حتى اتخلص من اللوج، راح يطلع لي فقط واحد زائدا دلتا بي على واحد ناقص دلتا بي، طرفين بوسطين راح يطلع لي دلتا بي هنا 0.08، مثل ما تشوفون هنا أنا طلعت لي قيمة قليلة أقل من الواحد. ونفس الشيء بالنسبة لحساب الـ AS، تحسبوها جرب وتحسبوها راح تطلع نفس الناتج. بالنسبة للأنالوج احنا عندنا هذه العلاقة اللي هي أبسلون هي تساوي 10 أس بوينت 1 في AB ناقص 1، جرب وتحسبوها وطلعوا الناتج. لهنا أنا نتوقف، وإن شاء الله نكمل الموضوع الثاني بالفيديو القادم. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة، وشكرا جزيلا.